طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي أحمد بوخريس، أستاذ شباب وطفولة بالقروان. ما نعطيك صوتي كان أول حاجة حسب رأيي المتواضع تصلح المنظومة القضائية، خاطر القضاء مستقل، قضاء نزيه، نجمو نحلو برشا مشاكل في منظومات أخرى وفي قطاعات أخرى. حاجة أخرى يلزمنا التفاوت بين الجهات، نحاولوا تكون تونس للجميع، الولايات الكل تخدم مصلحة تونس. ما نعطيك صوتي كما تكون كفء نزيه، ما عندكش شبهات فساد، وما عندكش قضايا فساد ولا قضايا تاع فساد مالي ولا أخلاقي. ما نعطيك صوتي إلا ما تجمع التوانسة الكل ونبعدوا على مشكلة الهوية اللي قاعدة تتبع فينا. كنا توانسة، يحكمنا دستور، يحكمنا قانون، يحكمنا منظومة ديمقراطية. ما نعطيك صوتي زادة إلا ما أصحاب الشهيد العليا اللي تعبوا وأولياء متاعهم اتعذبوا وراوهم وقراوهم ووصلوهم، في التالي يلقاو رواحهم معناها مهمشين مش لاقين حظ. إذا كان الرجل المناسب في المكان المناسب تكون حاجة فعلية، ما هوش شعار، وقتها إن شاء الله تونس تولي لاباس.